فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندما أذهب إلى الحرم يقوم ابني الصغير بمطاردة حمام الحرم ولا أمنعه، فأنكر ولا أمنعه، فأنكر علي شخص وقال يجب عليك أن تمنعه ولو كان صغيرا. نعم يجب عليك أن تمنعه، لا ينفر صيده، الحرم لا ينفر صيده، لا يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.